مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم سيداتي سادتي. سعيدة بلقياكم مستمعينا، نتمنى أنكم دائما تكونوا كتستمتعوا بوقتكم وكتمضيوا معنا أمتع وأفيد الأوقات. فأنا وسهلا ومرحبا بالجميع وبكل أوفيائنا. إذا تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا. لقاءنا ككل يوم خميس كتكون فرصة باش نعطيو مجموعة من الاقتراحات ديال المستمعات الكريمات، أيضا غتكون فرصة باش تكون معنا متوجة الشهر اليوم لالا أسيا الزيتوني اللي غنربطوا بها الاتصال من بعد لحظات باش تعطينا مجموعة من الاقتراحات ديالها، وغتكون فرصة بطبيعة الحال باش نتواصلوا مع بعضنا مستمعينا الكرام. فسعيدة بلقياكم والتواصل معكم. احنا مازالين مع بعضنا مستمعينا حتى الوحدة، مع تحياتي لسعيد عقال معنا اليوم في الإخراج وسميها شوي استقبال مكالماتكم. كنتمنى دائما أنكم تكونوا مستمتعين بوقتكم معنا وأيضا تكونوا مرتاحين معنا. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وغادي نمشي واللحظة مستمعين الكرام قبل ما نبدأ فقراتنا واقتراحاتنا، نتوقفوا مع هذا الاختيار جديد سعد المجرد اللي يعني لقى واحد المتابعة كبيرة وكبيرة بزاف. غادي نمشي ونستمعوا اللي ماشي سهل ورجع لكم مستمعينا الكرام، بقوا معنا ما تمشيوا فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيداتي سادتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اوفيائنا الكرام فين ما كنتوا، سعداء بلقياكم وبالتواصل معكم. فمرحبا واهلا وسهلا بالجميع وبكل اوفيائنا. اذا غتكون فرصه مستمعينا معكم باش ناخذوا معنا او باش نديروا مجموعه من الاقتراحات بطبيعه الحال. غادي تكون فرصه باش نستقبلوا مكالماتكم ونستقبلوا اسئلتكم. ايضا هي تحيه خالصه لكم مستمعينا الكرام اينما كنتم. وغتكون معنا متوجه الشهر بطبيعه الحال لالا أسيا الزيتوني اللي غادي تعطينا مجموعه من الاقتراحات من بعد لحظات غادي نحاولوا نربطوا بها الاتصال. غادي نمشي لبعض الاقتراحات ديالكم مستمعينا. اقتراح ديال لالا سميره كتقول باش نثبت العطر على الملابس ديالنا، خصنا نعرفوا نوع العطر او النوع ديال العطر اللي كيدوم مده وكاين اللي كتمشي ريحته بزربه. نحطوا العطر في الثلاجه بعيد على الضوء، نخليه مده 3 ايام ومن بعد نخرجوه من الثلاجه ونوضعوه في شي بلاصه مظلمه لمده 3 ايام ونستعملوه، راه الريحه كتبقى مده طويله. باش نزيدوا نثبتوا العطر على الجسم ديالنا، ندهنوه بشي كريم او لا فازلين ونرشوا رشيشه والريحه غتبقى اطول وقت ممكن. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. مسألة ديال توسيع الأحذية لالا سميرة بعثت لنا يعني بالطريقة باش يمكن أننا نوسعوا بها الحذاء ديالنا. إذا هي كتقول بأننا كنشدوا واحد الميكا أو لا واحد الميكا ديال الثلاجة، تنديروا فيها المكعبات ديال الثلج وكنخشيوهم في وسط هذاك الصباط ديالنا وكنوضعوه بطبيعة الحال في الثلاجة حتى كيجمد كياخذ ديك لافورم ديالو، ومن بعد تناخذوا يعني سناخذوا الصباط ديالنا وكنديروا فيه هذاك الثلج وكنخليوه واحد المده، لانه بالطريقه هذه كيتوسع بواحد الطريقه عجيبه وتيعطينا بلا ما نضطروا اننا نمشيو نديوه للخراز مثلا باش يدور لنا في القلب. اذا هذه كاينه هذه الامكانيه اللي يمكن انها بطبيعه الحال تعاوننا في هذا الباب. ايضا كاين اقتراح اخر لالا أسيا، إلا كان ممكن الله يخليك بعثي لنا بالتليفون ديال الكتابة لأنه كنبحث عليه في الرسائل ولكن جات رسائل كثيرة من موراه ما قدرتش أنني نجبره. إلا كان ممكن لالا أسيا تبعثي لنا بالرقم ديال الكتابة أنا كنتسناه باش يمكن نتواصلوا معك بشكل مباشر وفوري. مرحبا بلالا أسيا. في نفس الوقت أنا كنعطي اقتراحات وكنبحث على الرقم الهاتفي ديالك بطبيعة الحال. كاين اقتراح آخر مستمعه كريمه كتقول الى عندنا شي صباط ومبقاش عجبنا، يعني ما بقيناش مقتنعين به بزاف مبقاش عجبنا، اذا الطريقه اللي غادي نديرو هو اننا كنشدو هذاك الصباط وتنديروه كنشدوه وتندهنوه كله بالكولا وكنشدو صديفات متنوعين
جاو لنا ضيفات متنوعين وتنلصقوا دوك الضيفات بشكل يعني متفاوت. كل مره كنلصقوا ضيفه في جهه, كل مره كنلصقوا ضيفه في جهه, ضيفه على ضيفه على ضيفه, كندوروا هذاك الصباط كله بالضيف. فهكا هاد البالغين وغالبا الدار البالغين كترجع زوينه, كترجع ملتي كولور, يعني كنقدروا نلبسوها مع الجين, نقدروا نلبسوها مع اي حاجه بغينا, وكتجي في نفس الوقت انيقه وزوينه وعاطيه العين. اذا هذه طريقه باش يمكن اننا يعني نستغلوا هاد الاسباب مره اخرى وما يضيعش. كاين اقتراح اخر للمستمعه كريمه كتقول الا حنا بطبيعه الحال عندنا في الدار مجموعه ديال السيديات وما بغيناش نضيعوهم, تنشدوا هذوك السيديات تنفرتوهم تفرتيتات صغيورين, كنشدوا واحد الاناء عندنا اللي يكون عادي ديال ديال الزاج, عندنا ما كنستعملوش عادي, كنديروا لاكول ديال الزاج وكنبقاو نلصقوا دوك الطريفه طريف حدا طريف حدا طريف حدا طريف, كيجي عاطي واحد لف زوين والسيدي كنقلبوه من الجهه اللي كتكون عاطيه. الله يعطيك الصحه للاسيا. و كتجي من جهه اخرى, يعني كناخذوا من جهه اخرى هذاك السيدي, يعني من الجهه اللي كتكون عاطيه اللون, وتنخليوه يعطينا هاد يعطينا يعني هذاك لف في هذاك الاناء نقدروا نزوقوا به الصالون ديالنا. غادي نمشيو ناخذوا معنا اقتراح اخر. هذه المره مستمعه كريمه كتقول لنا الا كان عندنا الكالكير, اذا الا كان عندنا الكالكير في الروبيني ديالنا شنو كيخصنا نديرو او شنو هو الحل اللي خصنا نديرو. كتقول هذا اقتراح ديالي اليوم, الا بغينا نضيفو نضفو الروبينيات من الاوساخ والكالكير ما علينا غير نحكو عليهم طريف ديال الحامض ونخليوه عليهم واحد ربع ساعه وندوزو عليهم بالحلفه والمسحوق ونشلوهم ونشوفهم بشيفون رطب راه كيخرجوا كيلمعوا. انا لا اساء من هو راه تبارك الله عليك. لا لا الله يعطيك الصحه. هذا اقتراح اخر كتقول لا ام ايمن الا كنا مزروبين باش نخرجوا وما لقيناش السراج باش نسير نديروا نصوبوا الصباط ديالنا, اذا ما علينا غير ناخذوا حامض ونحكوا على الصباط ديالنا ونمسحوا بزيف نجف كيخرج هائل. اذا كانت هذه مجموعه من الاقتراحات. حنا اللحظه غادي ناخذوا او غادي نربطوا الاتصال بلالا اسيا لكن مباشره بعد ما نتوقفوا مع اقتراح غنائي لي رضوان الاسمر وحال الدنيا. قبل منه غادي نمشيو فاصل اعلاني ثم اقتراح غنائي ورجعنا هدو معنا متواجد الشهر, بقى معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو, مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيداتي سادتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا, سعداء بالتواصل وباللقاء معكم. غادي نمشيو ناخذوا معنا بطبيعة الحال مكالماتكم على 0522 46 52 أو 51 أو 52, ولكن قبل ذلك غناخدو معنا متوجة الشهر للا آسيا الزيتوني. مرحبا بك للا آسيا. الله يبارك فيك. وطريفة وقعت على مرتك للا آسيا. بصح عاد راني زعما شفتك في الميساج. طريفة وقعت عليها. سمحوا لي. لا حنا اللي سمحي لينا. مرحبا للا آسيا. الله يطول عمرك. لا لا يخطيك. الحمد لله كي داز عيدك على خير. الله يبارك فيك. الحمد لله. علينا وعليك لالا اسيا باش ما تمنيتي ان شاء الله بصحه والسلامه والعافيه. والله يعطيك الصحه على اقتراحاتك الرائعه في الريسيكلاج وحتى في البريكولاج زعما ما عندي ما يتسال. تبارك الله عليك. ديما يكون الجديد. مرحبا. مرحبا بلالا. تفضلي شنو تقترحي علينا اليوم لالا اسيا؟ جبت لكم مجموعه من الاقتراحات, بعض الاقتراحات نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. مرحبا. الاقتراح الاول هو كنعرفوا بلي دابا نيت العيد مع الناس كيجي وهذا كنبغيو نديروا الحلوه وكنبغيو باش تبقى لنا الحلوه طريه غنعيد بغيناها تبقى لنا زوينه وطريه كنحطوها في الطاس ديال الحليب ديال نيد غبره غير ما نذكروش الماركه ديال الحليب غبره. اييه باش تبقى الحلوه طريه شنو كنديروا؟ كنديروها في داك السل ديال الحليب غبره. اييه كنحطها في داك السل ديال الحليب غبره وكتبقى لنا زوينه وطريه كما هي. اييه وكنضيفوا لها واحد القشره ديال الليمون مرا ونضيفوا لها كنزوينو كما هي نيت الحلو بحال يلاه يلاه خديناها ولا يلاه صيبناها قشره ديال الليمون. اييه مرحبا. الاقتراح الثاني سير نجاح الصابلي. اي نوع من الصابلي؟ الا بغينا يصدق لنا زوين كيجي زوين غزال كنديروا فيه ملعقه ديال النشا كيكون النجاح ديالو مضمون. اييه كيما كان اي نوع من الصابلي معلقه د النشا. معلقه د النشا. اييه الله يعطيك الصحه مرحبا. الاقتراح الثالث
الاقتراح الثالث هو إلا كانت عندكم ثومة كثيرة حكوها وديروها في قراعي معقمة وديروا ليها شوية ديال الزيت شوية ديال الزيت الرومية حتى طلع من فوق الثومة وسدوا القرعة مزيان غتبقى لكم مدة أطول يمكن لكم تحتفظوا بها خارج الثلاجة. إلا حنيتوها بالحق ضروري خصكم تحتفظوا عليها في الثلاجة حيت غير كتحن ضروري خصها تحت الثلاجة. يعني دابا كنديروها في قرعة زاج معقمة وكنغطيوها بزيت الزيت المائدة. أييه بزيت المائدة حتى كتطلع من فوق الثومة. بزيت المائدة ونقدروا نديروا زيت العود؟ أييه حتى زيت العود يمكن. أييه أولا زيت العود صحية أكثر. أييه. ونسدوا عليها شحال؟ نسدوا عليها النيس مزيان النيس معقمة ديك القرعة ونسدوها مزيان لمدة ونحطوها في أي مكان بلا ثلاجة مدة أطول يمكن تجلس عام كاع يمكن كتعطي زعما كتعطي حتى الريحة مع المدة كتبقى كتعطي الريحة مزيانة وكتبقى زوينة كما هي. ولكن إلا فتحناها كيخصنا نديروها في الثلاجة يعني كتبقى نبقاو محتفظين بها في الثلاجة. إلا فتحناها وبدينا نستعملوها خصنا نحتفظوا بها في الثلاجة. إيه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شكرا. الاقتراح الرابع. الاقتراح الرابع هو الى تخلقوا لكم العيون ديال البوطه نديروهم في واحد الطنجره مع الماء وبيكربونات الصوديوم ونخليوهم يغلو حتى يبدا يتبدل اللون ديالهم وكيرجعوا لنا زوينين كيرجعوا لنا كيشعلوا بحال يالله جداد وكيتسرحوا ما كيبقاولناش مخنوقين العيون ديال البوطه ما كيبقاوش غير بهذه الوصفه كيرجعوا بحال جداد وكيتسرحوا لينا. اذا كيخليهم يغلاو مع داك البيكربونات والماء وهكا كيتسرحوا. اييه كيتسرحوا لنا وكيرجعوا بحال يما جداد ما حدنا دايرينهم فوق البوطه كيغلاو كيبدا يتبدل اللون ديالهم. كيعطوا واحد اللمعان نيت وغير كنستعملوهم كيبقاو كنستعملوهم مزيان يعني كيتسرحوا ما كيبقاوش مخنوقين اللي كانوا مخنوقين ولا. اييه. الاقتراح الخامس. الاقتراح الخامس هو الا كان الا بغينا البيض المسلوق يتقشر لنا بكل سهوله بالاخص البيض البلدي كنعرفوا ديما حيت كنسلقوه ما كيبغيش يتقشر لنا كنقشروه بصعوبه كيلصق لنا النص كيمشي لنا مع القشره باش يتقشر لنا بكل سهوله كنديروه نيت غير كنبغيو نسلقوه كنديرو معاه واحد القطيره ديال الخل وشويه ديال الملحه وكنسلقوه من بعد كننقيوه كيتنقى لنا بكل سهوله داك الخل كيساعد البيض باش كتحيد عليها القشره دغيا كتحيد بكل سهوله. كنديرو قطيره ديال الخل والملحه. اييه وشويه الخل وشويه الملحه نيت وكيبقى يغلى مع البيض كيطيب نيت كيغلى معاه حتى كيطيب البيض من بعد كنقشروه كيتقشر لنا بكل سهوله. اييه واخا. الاقتراح السادس. الاقتراح السادس هو الى باش الثلاجه ما تبقاش فيها رائحه كريهه نحطوا فيها واحد نص برتقاله سهله ما تحسش شي حاجه نص برتقاله كنحطوها في الثلاجه ديالنا باش كتشيب كاع الروائح الكريهه كتمتص الروائح الكريهه هذيك نص ليمون كاع الروائح الكريهه كتمتصهم ما كيبقاوش كتبقى الثلاجه ديالنا نظيفه وفيها رائحه زوينه ما كيبقاوش فيها ديك الروائح الكريهه كيمتصهم ديك الليمونه ومن الاسبوع لاسبوع كنبدلوها ما كنخليوهاش ديما تمايا من الاسبوع كل اسبوع خصنا نبدلوها. اقتراح السابع. الاقتراح السابع هو الا بغينا الزليج ديالنا يكون كاين ماء غنكونو كنسيقوه ديما الا كنا كنسلقو بطاطا ونسلقو خيزو ديك الماء ديالهم كنسيقو بيه الزليج كيرجع كاين ماء كيشعل. كنسيقو بالماء ديال الخضرة. الماء ديال الخضرة فاش سلقناها. داك خيزو بطاطا بحال داك الشيء نيت كنسلقو الخضرة داك الماء ديالها ما كنرميوش كنسيقو بيه نيت الطار كترجع الارضية كتشعل ما كتبري كترجع زوينة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لالا آسيا هادي ما يتسال. لالا آسيا من أين مدينة؟ من بولمان مدينة بولمان. أهلا من بولمان تبارك الله عليك تبارك الله عليك وعلى تاويلك الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لالا آسيا. الله يبارك فيك حتى انتما تبارك الله عليكم والله لا يخطيكم علينا الصراحه تبارك الله عليكم وهذا البرنامج تبارك الله عليكم. انت تبارك الله عليك على افكارك وعلى المشاركه الفعاله ديالك في الصفحه ديال البرنامج وعلى المتابعه الطيبه ليك البرنامج وان شاء الله فانت متواجده هذا الشهر غتكوني معنا
طيلة شهر يعني حتى توقفوا في العطلة ديال الصيف. إذا أنت غتكوني معنا وغتكوني متابعة معنا بطبيعة الحال كل يوم خميس كمتوجة الشهر. قبل ما نودعوك لالا أسيا، واش حابة توجهي تحية لشي حد، حابة تواصلي مع شي حد؟ مرحبا. اول حاجه بعدا كنوجه تحيه ليك نتيا، الله يكبر بك. شكرا. اول وحده بعدا والمستمعين والطاقم التقني اللي كيسهروا على نجاح الاذاعه القريبه من ميد راديو، بارك الله فيك. وبغيت نوجه واحد التحيه للاخت ديالي حتى هي اللي راه عندها العرس نهار الاثنين، كنتمنى ليها الله يكمل بالخير. الله يكمل بالخير. بارك فيك، الله يبارك فيك اختو كاينه، وهذا الشيء اللي كاين. وكنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم المزيد من التأليق، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي. الله يطول عمرك لالا اسيا، بزاف لهذا البرنامج. لا يخطيك، مشكورة جزيل. شكر لالا اسيا وتحياتنا ليك، وان شاء الله موعدنا متجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل. والف مبروك الاخت، الله يكمل عليها بالخير وان شاء الله بالسعاده وبالتوفيق والرفاء والبنين. شكرا جزيلا ليك لالا اسيا، ودائما كنوجه لك تحيه وتحيه لكل الناس ديال بولمان، واكيد انه لقائنا غيستمر معك بطبيعه الحال في الاسابيع المقبله. اذا شكرا جزيلا ليك وتبارك الله عليك، تحياتنا ليك. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، وحنا اكيد انه مازال متواصلين. ما تنساوش باللي هاد الاقتراحات اللي عطاتنا لالا اسيا غتلقاوها على الصفحه اللي يمكن لكم بطبيعه الحال انكم تعودوا ترجعوا ليها. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غادي نتوقفوا مستمعينا مع فاصل اعلاني ثم اقتراح غنائي نزول عند رغبه مستمعه كريمه اللي اليوم كتحتفل بعيد ميلادها لالا اميمه اسلام. اذا كنوجه لها تحيه وكنقول لها سنه سعيده وكل عام وانت بالف الف خير. وهي فرصه باش نتمنوا ايضا سنه سعيده لزميلتنا سناء الكناني، كنقولوا لها سنة سعيدة وكل عام وهي بألف خير. أيضا سنة سعيدة لكل من كيحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 من يوليوز، وإن شاء الله بصحة وسلامة. وألف مبروك لكل العرسان إن شاء الله بالتوفيق، ونتمنى أنكم تكونوا متقنين بطبيعة الحال من هذا الميثاق هذا وتحترموا هذه العلاقة المقدسة، فالله يكمل عليكم بالخير جميعا. حنا مازالين ما بعدنا مستمعينا، فاصل إعلاني ثم بنحاس مبروك عيد ميلادك ورجع لكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما في لقائنا الى حدود الساعه الواحده. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. ارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم نجد التواصل معنا باقتراحاتكم واسئلتكم. يمكن لكم التواصل معنا على 0522 46 72 50، او لا 51 او لا 52. ايضا يمكن لكم التواصل معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم داخل فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم محتسب بالرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي سيداتي سادتي. مرحبا واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام فين ما كنتوا، لقائنا مازال متواصل ومازال مستمر معكم. غادي بطبيعه الحال نرجعوا ناخذوا مجموعه من الاسئله ديالكم، وايضا حتى الاقتراحات علاش لا. هذه واحد الطريقه عجبتني انا ما نقدرش نفوتها وما نقولهاش لكم، هي طريقه اخرى باش نوسعوا صباط الجلد. كتقول مسامية كريمه كنلبسوا ثلاثه ديال التقشرات غلاض، ثلاثه ديال التقشيرات غلاض، هذوك اللي كنستعملوه في البرد فاش كتبغي تلبسي مع البيجاما في غير اللي كيسخنوا، اذا دوك الغلاض تلبسوا عليهم الصباط اللي بغينا نوسعوا، وتناخذوا السوشوار ولا مجفف الشعر وكنشغلوه في اعلى درجه حراره، كندوزو على الصباط وكنركزو على المنطقه الضيقه من القدام وخاصه منطقه الاصابع، وكنعاودو العمليه حتى كنحصلو على النتيجه المرغوب فيها. تبارك الله عليك لالا سميره، الله يعطيك الصحه. ايضا اقتراح اخر كتقول لالا سميره الكفته الا طلقات لينا الماء بزاف وحنا كنطيبوا فيها تنزيدوا معلقه كبيره ديال النشا، وما تنطيبوش الكفته بزاف باش ما تقصحش لينا. تبارك الله عليك لالا سميره، الله يعطيك الصحه. غادي نمشيو ناخذوا معنا لالا رقيه من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا رقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف دايره لالا سكينه؟ الله يطول عمرك لالا. نشكركم على هذا، انا متبعه المتبعه ديالكم بزاف. مرحبا بك، الله يداك وتعزيني. الله يبارك فيك بزاف. الله يكبر بك لالا رقيه. الله يخليك. عندي لي زون طلقوا لي واحد الصفوريه وصبنتهم وما بغيتش ثاني تبقى لي نفس المشكل. تقول الصفوريه دا حيدات؟ لا ما حيدات، ولكن ما بغيتش ترجع لي ثاني نفس المشكل. فاش كديريهم؟ فاش كتخبيهم؟ كنخبيهم في واحد واحد بحال قولي انت خديه، عندي خديه نقيه وتنخبيهم فيها. وما كتعاوديش تستعمليهم واقيلا بزاف؟
لا ما تنستعملهمش، عندي لي زور متروزين داكشي ديال طرز الحساب وما بغيتش نمشي عادي مع عزازي وداكشي، ما بغيتش كما كنجبدهم مره ما تنجبدهمش ديما وتنخبيهم في البلاكار وما تنجبدهم تلقى فيهم هذيك السفوريه وصبنتهم. هي ديك السفوريه هي ديال الغمال ولا ديال السدان كتكون في لي زور البلاكار كتبقى لي ديك السفوريه ديال البلاكار ودابا ملي بغيت دابا نربهم ما بغيتش تبقى لي نفس السفوريه. واخا لاله مرحبا. اذا لاله رقيه انا اقتراحي اللي غنقترح عليك في انتظار انني نلقى مجموعه من الحلول الاخرى اول حاجه هو انك ديري وسط هذوك لي زور الخزامه كتشدي كميميسه كديري فيها الخزامه وديري فيها حتى القرنفل علاش لا بغيتي تعطي رويحه وكتدي عليهم وكديرهم مع دوك لي زور. شكرا بزاف اختي. وتقدري ديري معاهم حتى صابونه ديال الريحه باش تبقى فيهم واحد الريحه زوينه. لا واش ما تطلقش هذيك السفوريه ما تطلقش فيهم؟ لا هذه ملي كنقول لك الخزامه غادي ديريها مع القرنفل كتبقى تسم الغموله. يمكن انا نطلق ديك السفوريه ولكن مره في هيك ميمسات ولكن مره في 20 يوم مره في 15 يوم نجبدهم يتهواو نجبد هذوك لي زون نشرهم هكذا ما يكونش ميشه ولكن مثلا هويم تلقى ديك السفوريه وما بغيتش اختي ترجع لي نفس المشكل. على يتي حل لاله رقيه انا هذا فقط غير جواب مبدئي انك ديري هكا الميميسات ديال الخزامه معاهم القرنفل وحتى صابون الريحه الا بغيتي وديريهم في ديك صابون الريحه بالغشه ديالو ماشي تحليه ديري وسط دوك لي زون مرة في 15 يوم تبقاي تهوي هذوك لي زور باش ما تشدش فيهم ديك السفوريه ديال البلاكار. ولكن هذا ماشي جواب نهائي لاله رقيه، انا غادي نبحث على 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 حلول اخرى ان شاء الله ونحاول انني نعطيهم لك باش تحاربي هذيك السفوريه اللي كتجي وخلاص هذوك لي زور تيكونوا بيضين كدير ونجينا هذيك السفوريه. مرحبا. والله الا كتديروا مع دابا الحساب ومطرزين بليد وداك الشيء ما تبغيش تخليهم يخسروا. ايوا بطبيعه الحال. اللي كاين. مرحبا لاله. اختي شكرا. بكل فرح. الله يخليك واحد التحيه لاختي ديالي في كندا الله يخليك. مرحبا. شكرا. الاخت ديالي زهره في كندا وليداتها لينا واكرم ومحمد الله يخليك وراجلها اكرم كريم الله يجازيك بخير. مرحبا لاله. التحيه ديالهم. تحياتنا اليوم ان شاء الله ويجيو على خير تشوفوهم باذن الله. مرحبا. بارك الله فيك لاله رقيه وان شاء الله نجاوبك. يبقي معنا في الاستماع غنحاول نبحث اكثر على حلول اخرى. نمشيو للشمعيه المره ناخذوا معنا لاله الهام. مرحبا بك لاله الهام. انا اختي سكينه. اهلا وسهلا. كبير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله لاله الله يطول لي عمرك انت على خير. الحمد لله. الحمد لله. اختي بغيت نسولك واحد السؤال عافاك. تفضلي. انا البلاكارات ديال نعم لاله البلاكارات ديال الخشب باش يتمسحوا. اش من خشب؟ العود. البلاكارات ديال العود. لا اش من خشب؟ واش مفرنز الخشب عادي؟ لا عادي. اذا عادي ما مفرنزش. لا ما واخا لاله مرحبا مرحبا بكل فرح. اذا في الاغلب يعني حتى المختصين اللي كيتواصلوا معنا بطبيعه الحال كينصحوا على انه بالنسبه للخشب الا بغينا ننظفوه كننظفوه بالخل الابيض. اذا كنشدوا الخل الابيض واحد زيف ناشف كنرويوه بخل الابيض تندوزوه على الخشب ديالنا ومن بعد تنعاودوا نشدوا هذاك الشيفون واحد الشيفون اخر يكون يعني يكون غير ندي ماشي فازك غير ندي تنعاودو ندوزو عليه وكنعاودو ندوزو واحد الشيفون اللي يكون ناشف. هذه هي الطريقه باش يمكن ان ننظفو الخشب من داك من في بعض الاحيان من ديك الغبره ولا من يعني داك الوسخ اللي تيقدر يكون على الخشب ديالنا. اذا هذه طريقه اللي يمكن انك تجربيها لاله الهام وان شاء الله تكون مزيانه. غادي نمشيو هذه المره لمدينه مراكش ناخذوا معنا لاله حسنه. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله يطول لي عمرك. مرحبا بك لاله. الله يخطيك بارك الله فيك. تفضلي لاله. مرحبا. عندي واحد السؤال عافاك. عندي واحد بيجاما غوز قاص عليا جا فيه باقيه جديده. ما عرفت من ندير لها. جافير ما عنده حل. تبرقيعه كبيره شويه نقاطي كل بلاصه فيها بقيت كل بلاصه يعني شحال من بلاصه تبرقعات؟ ثلاثه البلايص. ثلاثه البلايص وكيفاش جاو هاد ثلاثه البلايص؟ واش وحده في الوسط وجوج في الجناب ولا مقاربين مع بعضياتهم؟ وحده من اللور والاخرى في الجنب والاخرى من القدام عرفت كي درت ليها. تقدري تغطيهم على الحسنه بشي اوتوكولون ولا بشي حاجه بحال هكذا؟ زعما المناطق يقدروا يتغطوا بشي رسمه ولا بشي حاجه بحال هكذا؟ اي يقدر.
اذا الحل هنا اللي يمكن ديرها لاله حسنه لانه جافيل ما عندوش حل بطبيعه الحال. ما يمكنش نقول لك شي حاجه اللي ما عندهاش حل. جافيل ما كيبرقع الحوايج صافي كتبقى عندنا حل هو اننا كيفاش نغطيو هذاك العيب. اذا غادي تشوفي الوريضات اللي عندك في هذيك البيجامه اذا كانت عزيزه وباقا ما سخياش بها، غتشوفي الوريضات اللي عندك او اللون اللي عندك، غادي تاخدي من اقرب يعني مراكش، يمكن تشوفي البلاصه اللي فيها، غتمشي للسمارين مراكش، غتمشي للسمارين البلاصه اللي فيها بطبيعه الحال السفيفة والبلاصة اللي فيها هادشي، وغتحاولي تاخدي وريضات ارتيزانال ولا وريضات بشي شكل معين يكونوا في لون ديال البيجامه، وغادي تلصقي هذوك الوريضات عند الخياط، غادي يغطيو لك هذاك العيب اللي هو كاين ديال جافيل. هذا هو الحل يمكن انه يدير باش تريسيكلي هاد البيجامه وتعاودي تلبسيها. والا يعني تبرقعه ديال جافيل صعيبه، نقول لك غادي تدي بيجامه تصبغيها زعما ما غتوصلش حتى للدرجه لا فالور ديالها كيما بغات تكون، يعني ما غتخليكش انك ديها وتصبغيها في المصبانه مثلا باش تغطي هذيك البقعه. اذا الحل يمكن انك ديري هو هذا، تاخدي وريضات في الشكل ولا في الرسمه اللي عندك في البيجامه، شوفي الرسمه اللي عندك في البيجامه غتاخدي على داك الشكل هذاك، ولا لي دون ولا تاخدي دونتيل ولا تاخدي شي حاجه بهذا الشكل هذا على حسب. يعني انا الفكره كنعطي لك وانت توسعي فيها كيف ما بغيتي وتغطي بها داك العيب ديال هذاك الجافيل اللي برق عليك هذيك البيجامه. وبصراحه هي فرصه باش نقول للمستمعات ملي كتكون شي حاجه عزيزه علينا تخصنا فريمون نردو البال في التصبين. فبعض الحين كتكون الحاجه يعني مثلا لباس ديال الخروج، ولا كتكون شي بيجامه باقا جديده وباقا عزيزه، ولا كتكون شي جليلي بزويونه، ولا 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 انا كنصح بانه الاشياء الحويجات اللي نكونوا كنخافوا عليهم دائما كديهم المصبانه وكنصبنوهم اسيك، لان بهذه الطريقه هذه تنحافظوا عليهم. حتى ملي كنديروا مصبانه كنوصيو واش ممكن انا تصبن اسيك ولا تصبن عادي، كيفاش يكون الاعتناء بها. اذا هذه كلها اسئله اللي كنطرحوها على 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 على, على المصبانه ديالنا. ايضا حتى الحويجات فاش يكون عندنا ديليكا، يعني شي حاجه اللي كتكون غادي تكرفس ولا حرير، ولا حتى الا بغينا نصبنوها في الدار ما كنصبناش في ماشين مع الحوايج الاخرين، كنصبنوها بشامبوان ولا كنصبنوها بصابون ديال الحجره، ولا كنصبنوها بشي حاجه يعني بالبندوش، ولا شي حاجه اللي كتكون رطبه هكذا، غير كنفركوها هكا واحد الفريكه خفيفه بيدياتنا وتنشروها نشللوها ونشروها. الحويجات اللي كيتصبنوا راه باينين اللي كيتصبنوا، ودائما كنعزلوا اللوينات وكنخافوا نشوفوا اللوينات اللي هما كيطلقوا مع اللوينات اللي ما كيطلقوش. الحاجه اللي كتطلق يستحب اننا نصبنوها بيدينا باش هكذا نتفادوا انها تطلق لينا في حويجات اخرين. نتمنى الاحسن نكون انني جاوبتك وحاولنا ان نلقاو بحال الانسومبل، ولكن للاسف هذه المساله يعني صعيب انه يتلقى لها حل. يعني نقول لك ترقدي في شي حاجه وغادي تحيدي جافيل، هذه مساله ما كايناش، ولكن كاين امكانيه ديال الريسيكلاج اللي يمكن انك بطبيعه الحال تطبقيها على البيجامه ديالك وتعاودي تستغليها. فاصل على نقصر ونرجع لكم مستمعينا الكرام، بقاو معنا ما تمشيو. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيداتي سادتي. بصراحه ما ساخينش بكم ولكن الوقت معكم كيمر بسرعه. غادي نرجع للاقتراح عند مستمعه كريمه لالا ام فاطمه الزهراء اللي اقترحت علينا، كتقول بالنسبه للغموليه ديال بلاكارات اضافه اللي قالت اختي سكينه كنحطوا فيه صبيعات من الطباشير، يعني هادو تما كيسموا لينا ديك الغموله. بالنسبه لتنفيذ تنظيف البلاكارات ديال الخشب الا بغينا ننظفوهم تنخلطوا الخل الابيض مع زيت المائده، انا قلت الخل الابيض مع زيت المائده بنفس العبار، تنخلطوهم مزيان وكنمسحوا البلاكار من الغبره، يعني كنمسحوا البلاكار هو الاول من الغبره مزيان، ونعاودوا نمسحوه بشيفون فيه الخل والزيت اللي حنا خلطنا، ونعاودوا بشيفون ناشف راه كيرجع بحال الى عاد فيرنا. هذه اسماء من هواره اللي عطاتنا هذا الاقتراح، يعني ام فاطمه الزهراء تبارك الله عليك لاله ومشكوره جزيل الشكر. اذا مستمعينا الكرام كان بودي نواصل معكم اكثر، لكن وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. كنتمنوا دائما نكونوا خفاف ظراف على اذانكم ونكونوا كنسهلوا عليكم الماموريه، فتحيه طيبه لكم، شكرا لكم على وفائكم. كنشكر سعيده عقال اللي رفقتنا اليوم في الاخراج، سميحه الشوبي في استقبال مكالماتكم، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، شكرا لمتوجة شهر لالا اسيا اللي عطاتنا مجموعه من الاقتراحات، تحياتي لكم مستمعينا الكرام. تجمعنا المتجدد باذن الله تم الساعه الثالثه، برنامجكم استشاره قانونيه، تهلاو لي فراسكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.